معكم مكملين. لما بكون لابس لونات بيكون عندي اشياء بدي اقريها على تويتر تحديدا، والعان تويتر بدعم ومحبه اصلا معودين عليكم. لو ما هيك ما كنا مكملين، ما كنا قدرنا كملنا. لو ما هيدا الدعم اللي انتم بتعطونا اياه، لو ما هيدا الشحن الايجابي اللي بنستمده من اصواتكم من مداخلاتكم لما منكون على الهواء ببرامجنا او لما منكون بحياتنا العاديه، لهفتكم علينا وكل الدعم المعنوي هيدا اللي بيخلينا نضلنا مكملين وواثقين بحالنا وفيكم وبوفائكم وبمحبتكم للجنرال ميشيل عون. بس يعني على تويتر كتير يعني رسائل عم بيكون عليها تضامن، بيقولوا الوسام المذهب للأكبر، الوسام المذهب الأكبر للجنود المجهولين موظفي الأو تي في اللي عملوا باللحم الحي وحاربوا الظروف إيمانا بقضية الجنرال، لكم منا كل التقدير، أنتم ملوك على قلبنا. طبعا يعني مجموعة من الأسامي للزملاء، وقلنا شكرا لكم عن جد بتكبروا القلب. ودايما عند الاستحقاقات الكبيرة بنشوف الحالة العونية كيف فارضة حالها بقوة على الأرض. بتابع معكم ومع اتصالاتكم على الهواء. ألو صباح الخير. فإذا على 01-491-703 بهالوقت كمان من الرسائل اللي عم توصلنا. ماي بتقول فخامة الرئيس الجنرال، بشكر ربي إن عشنا وعايشين بعهدك، أنت كللت الختام بأسطورة الترسيم بالرغم من حصارك. يسوع يعطيك الصحة ويطول بعمرك، بحبك 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 مون جنرال. كمان معي مداخلة من رنرون ثابت بتقول بونجور إليو سحر كيفكن، نحن بكرة أكيد طالعين لعند الرئيس على القصر تنكون حد حبيبنا حبيب قلبنا الجنرال، الله يطول بعمره. غسان صعب على الفيسبوك بيقول مهضوم، هيدا لقلي وحدة سحر بالإذن منك بيقول لي بونجور، أنت مذيع كتير رائع يسلم تمك، بدنا إياك بالأخبار كمان. خليني خلص، ما بعرف بتتخلوا عني بيوم جديد. أوكي أوكي ميرسي سحر. باخد اتصال. ألو الو الو بونجور بونجور. بس بدي اقول لك شغله، الله يطول بعمره الله يطول بعمره، بس هيك. وشغله ثانيه بليز، سمعني؟ عم بسمعك. اوكي بليز وصلها للشباب اللي قاعدين بالقصر ونايمين فوق. بكره فخامة الرئيس بيقعد بالسياره وبيحملوه هو والسياره. حاملينه بقلبنا ستنا، بس ملك ليك ليك وين ليك ليك وين، حاملينه بقلبنا ومنيشان على صدرنا، لا حاملينه على راسنا وتاج راسنا بعيون كل الناس، يحملوه هو وبالسياره ولانه دقيقتين بس. شكرا شكرا لك شكرا لك، بتمنى عليك توصل له. خلص وصل وصل صوتك وصل صوتك، الناس كلها عم تسمعك اليوم. أوكي. جروبات على السوشيال ميديا تويتر فيسبوك. أوكي. ما بعرف انستغرام ما فتت عليه. اهلا وسهلا فيك. بعد معنا اتصال قبل ما ننتقل لضيفنا الاخير بيوم جديد، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبدو طراف، لنحكي معه كمان قد ايه تاثيره عم بيكون على السوشيال ميديا وانطلاقا من مواقفه وقناعاته. دايما هلا بتلفتني شغله فيك عبدو، بتصير تقول انه انطروا انطروا. طيب انت الثاني مثل نانسي، انه منين بتعرفوا الاخبار وليش انتم بتوصلكم ما بتوصلنا لنا؟ انا بحوس بدي الجواب، حضر حالك. اتصال اخير قبل ما ننتقل مباشره لعبدو سحر. الو. ايه هذا الاتصال الاخير لي انا. نعم. ايه انا جون كلود لي. اهلا وسهلا. سلام لك ولسحر. شكرا. لك بدي خبرك شغله خيي. تفضل. قصة الانتخابات الأخيرة والعدائات القوية وكل هالقصص ضد الجنرال الجبل، هاو لو ما العذراء مريم سلام لاسمها والديانات والإيمان، يا زلمة إجوا جابوا كل أموال الدنيا، حتى أنا على آخر لحظة قلت يا رب يا رب هيك استجدت، قلت له يا عذرة ما بصير، ايه زلمة لازم ينتجع، وجبت 18 و19 و20 و21 وما فيها تخبرني وما في ما بعرف شو هو، هي بقوة مين انتو جبتون هاو؟ دفعتوا مصاري شيء؟ قال لي دفعتوا شيء مصاري؟ أكيد لا. ايه اجيت
بايده بقوة الله سبحانه وتعالى. المجد لله المجد للرب. الحمد لله ما دفعنا والحمد لله ما قبضنا. والله يعطيه العمر الطويل. شكرا لك صديقنا. ولا 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 ولا, ولا جبران. طول عمرك. بدي اقول لك كلمة قبل. يلا سريعا سريعا ما نتأخر على ضيفنا. سريع تفضل. جبران اوراتور مثل ناس وبستان مثل بيحكي ثلاث ساعات اسم الله علي اربع ساعات بكشف لي اي واحد منهم هاو. اوكي شكرا. شكرا لك صديقنا. هي بوسي لك. ونحن بنحبك هي يلا ونحب الجلال الله يوصلك. حبيب القلب شكرا لك. توضيح من الزميلة نانسي صعب لأن يمكن نحن هيك عجقناها بآخر اللقاء. بدها تقول مرسي كتير كبيرة لأن دايما نانسي بتعرف أنها تتقاسم النجاح مع الكل وما بتغيب يعني دور حدا وتعب حدا بس يمكن فاتها ونحن كمان لنختم بسرعة. بدأ تقول مرسي كتير كبير لنيكولا وجاني وجوزات يلي تعبوا بالأرشيف مع نانسي لقدروا أمنولا كل الصور ليطلع بالطريقة اللي عم تحضروا فيها بمقدمة نشرات أخبار الأو تي في المسائية. أيضا في ليليان سعد بتقول بونجور منحبك جنرال معك مكملين معك لآخر نفس. سوينا قليل بتوصلنا عن لقائنا الأخير تابعونا. رجعنا لكم يا أصدقائنا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نحن معكم من شاشتكم شاشة الأو تي في من يومكم الجديد ويومنا الجديد يلي تعودنا من 15 سنة نكون سوا من عبر هالمنبر. محطتنا هلأ رح تكون مع عبدو طراف ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. بدي أسرق السؤال من إلي عبدو، ليش أنت بتعرف بالأشياء قبلنا؟ عجبك؟ شيء أنا بدي أعرف بيقهروني ولا وبيحكيها بهيك بشكل مؤكد وبكرة بتشوفه. وبكرة بتشوفه كثير أنا تابع بيسألوك كله بيسألوك مثل ما عم نسأل هلأ أنا وسحر إنه شو في عندك معلومات شو في يعطينا وفاية يعطينا إشارات معينة. بدنا نعرف ما إلها علاقة بالمعلومات إلها علاقة بالثقة بالجنرال. لما بتكون مرافق الشخص من لنقول من 88 ترجع بباريس بتكون قريب بترجع بالرابية بتكون قريب خلص بتحفظ بتصير بس تحضره تفهم شيء شو بده يقول هو لو انت مش قريب كتير بقى من 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 القرار او من المعلومات. فانا ببنية على الثقه انه لما قال هيك بده يصير صار بكل المراحل. صحيح. فاذا لما هلا عم بيقول هيك لازم يكون عندي ثقه انه في شيء جاي ولو كنت انا مش عارف شو هو هذا الشيء. مشان هيك بقول انطروا. عبدو ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي. بدي اشكر إلي لان إلي عرفني على حضرتك. قد ايه التواصل الاجتماعي قادر يغير معطيات وقيم وتطلعات واستراتيجيه؟ يعني هو شيء اساسي. اذا بتلاحظي بكل الثورات اللي عم تصير بهالفتره الاخيره كلها كانت مرتكزه على اشياء عم تطلع من مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. اخذ دور كثير كبير قرب على التي في لأنه أنت مش بكل وقت تقدر تدور تلفزيون بس بكل وقت بتشيل السيلولار بتفوتي على تويتر على فيسبوك بتفوتي على أي موقع إخباري بتاخدي منه معلوماتك. فإذا صار تأثيره أكبر حتى وهيدا هي هيدا اللي اعتمدناه نحن لنقدر نحارب
اللي تعرضنا له بكل المرحله وخصوصي باخر 3 سنين على القليل نوقف شوي حدكم، لانه بنعرف الاو تي في دوره قديش اساسي وصوت المدى، وبنعرف شو بتتعرضوا انتم، وهذا اللي كان دافع لنا انه نضلنا نحاول زياده تصير يتقاتلي على الفكره تبعك اكثر. اكيد حكيت عبدو قبل شوي انك بتوثق بالجنرال، هالثقه من وين نابعه؟ قلت لك نابعه من انه هيدا الشخص ولا مره خذلنا. بسنه 88 لما وقف واجه كل العالم ما خذلنا، رغم شو بيقولوا هن بالتسعين ب13 تشرين شو صار وكيف فل وكل هيدا، ما نحن عايشينها، كنا بقلبها لاخر نهار ل13 تشرين نفسه. كل اللي حكاهن وصلنا لهم، رجعنا لما راح على المنفى وكان يبعث لنا تعليمات سياسيه تخبرنا لوين رايحين نحن، بدلك انه الزلمه رؤيوي. الزلمه لما بال 2004 بتشرين قال السوري فالل يا جماعه، طيب انا كيف ما بدي امن انه هذا الزلمه بيعرف وبيوعد وبيوفي؟ الزلمه مش انه والله نام وعي لقاها، بيعرف يجمع المعلومات، بيعرف يشتغل ليوصلنا للهدف للي نحن فيه اليوم. بوقتها رؤساء جمهوريات الله يرحمه الرئيس الحريري الرئيس جميل، انت شو عم بيصير لك؟ شو عم تفكر؟ مش فالي للسوري، فل السوري. فل ولا ما فل؟ فل السوري. وبوقتها قال له للرئيس الحريري الموقف يلي انت فيه بشكل لك خطر لانك واقف بنقطة ما فيها حماية، شبهها بالشونزليزيه بوقتها، فيها 12 مخرج، أي مخرج بتاخده بيحميك بس الوقوف بالنص بيروحك. لك وين نحن؟ فل السوري، مش هيك؟ صحيح. استعدنا التوازن. اشتغلوا من سنة 2011 لما الوزير باسيل بلش بموضوع البلوكات النفطية، مين كان يعرف شو يعني بلوكات؟ صح. شو عم يحكوا؟ كيف عم يقسموا البحر؟ صح. تفضل. والسؤال الأهم كان ليش في غاز عنا؟ لأنه إيه؟ طلعت الأصوات لا في غاز ولا شيء، وفي تسليم. أنا بدي أنا شوي لساني قاسي يعني لا طلع في غاز بمطار كثير. ما بدنا نكون قاسي. لا هلا بتهرب على تويتر. بتويتر هونيك لا، وفيك تعبر، فيك تعبر اللي بدك إياه. لأن بنعرف إنه بتعبر حتى باحترام، حتى لو كان في كلام انتقاد وتصويب على فريق آخر. أكيد ضلينا محاولين قد ما فينا نتحمل ونضبط اعصابنا مقابل قله الاخلاق اللي تعرضنا لها على مدى هذه الصفحه كلها. عبدو، الجنرال فات بكرامه وعم بيخرج هلا من قصر الشعب بكرامه، نقاط قوته برايك بتكمن وين كناشط جدا على شبكات التواصل الاجتماعي؟ هو قال بالناس. جنرال قال من قبل الرئاسه انتم ما فيكم تعزلوني لانه انا شعب. طبعا الشعب ما بينعزل، فإذا نقطة قوته الأساسية هو الناس، نحن شعبه. إيه طبعا. وهي مش صايرة، اللي عم يعمله الرئيس عون واللي راح يصير بالأحد مش صاير بالتاريخ. ما في رئيس جمهورية بيظهر بنفس القوة وأكثر من اللي بفوت فيها، العهود بتخلص بكير. في صورة عم شوفها على لور، فينا نشوفها على الهوا توني، لأن يعني إجت هيك حفر وتنزيل على الموضوع اللي عم نحكي فيه، وكيف بدنا نكون بكرة بهيدي الأعداد الكبيرة بالقصر الجمهوري بعبدة، واكيد مع الجنرال مكملين، وبتصور في كلمه لنا بكره كمان اكيد رح تكون في وداع رسمي رح يعملوا بالساحه جوا، ورح يرجع يظهر لعند الناس اللي ناطرته برا واللي بدها ترافقه. هيك بدنا نكون بكره واكثر واكثر. عبدو، شو بدك تقول للناس اللي واليوم انا قلت الصبح بفهمهم الوضع المادي، حتى ما اقول كلمه هيك زفره وانعدي منك مرت حتى ما اقول شيء ثاني، يعني تنكه البنزين يعني حدث ولا حرج، بعرف انه علما انه في بالاقضيه، بعرف بالبترون يعني بكل قضاء البترون بكل منطقه في نقطه التقاء بسيطه مامنه، نقل مؤمن، يعني ما عليهم الا يتسجلوا ويزبطوا حالهم. طبعا التيار بكل مناطق لبنان. صحيح. بس في اشخاص بتحب تروح بسيارتها، ما عليه بهيدا النهار اذا ضحينا. صحيح. تنطلع نقول له نحن معكم. ليك الوضع المادي على كل الناس، يعني كلنا سوا حاسين في ناس بعد اكثر يمكن. صح. وفي ناس اخف. صح. وانتم من اللي حاسين نحن بنعرف. لا نساله نحن حاسين. من شان هيك بنحبكم حبيبي. تعرف شو الواحد لحظه
اكرامي الشخص والله العظيم، مش لانه نحن على الهوى ولا عم بالك، وانتم بتعرفوني من 15 سنه محبتي وعشقي للجنرال، ومش على العميانه مثل ما قالت نانسي، لان ما في شيء على العميانه، هيدي قناعه، هيدي ثقه، هيدا خط نضال، وانا من جيل عون، وكنت اطلع على قصر الشعب بالسر اهرب قبل ما يسكر الحاجز السوري على الساعه 6 بالبترون، لارجع ثاني يوم الساعه 6 وصيع بس يخلص يعني النشاط بقصر الشعب، واتفتل بالصالون وانطر على الطرقات، وياما وياما راجع ببيك ابات وبكاميونات، لان كانوا ياخذوا بكير، ما كان في سياره توقف لنا على الطريق. اوكي؟ تفضل. ادلى بدلو، صار فينا ندلي بدلو. يلا. عبدو بتحكي ما هيك ايدي بيحكي بكل هيك حماس، يعني عن جد بينقلك لعنده عبدو، هيك بتحس انه هيدا العون العيش، الحاله العونيه، هي العونيه حاله ولا هي واقع نحن شفناه بشخص جاي عن جد يخلص هالبلد؟ هو حلم وفكرة وواقع جسدوا به شخص العماد عون وبالناس اللي آمنت بهيدي الفكرة وكملت فيها، ومن هون أهمية الأحد. انت اللي عم نحكي قبل شوي عن الأحد، الأحد الرئيس عون الجنرال عم يعطينا فرصة لنشارك معه مرة جديدة بعكس التاريخ. صح. لأنه نحن هاي التجربة ذاتها اللي الليلة الشباب نصبين خيام وطالعين، مزبوط، نحن بترجعنا لنفس الليلة بالتسعين باثناش تشرين، لأنه بهاي الليلة كنا موجودين، بس الفرق وين؟ إنه بدل ما الصبح نوقع على المدفع ونفل بالحرب رح نفل منتصرين، فإذا نحن عم يعطينا فرصة نشارك معه بعكس التاريخ، مثل ما عمل ب 31 تشرين ل 2016 لما قالنا تعوا احتفلوا معي، نحن رجعنا على قصر الشعب، رجعنا الناس على القصر، لانه كان القصر بيه بس ما بقى فيه الناس ولا الروح. اليوم عم يرجع يقول لنا تعوا انا كنت معكم، بقي معكم، كونوا معي وشاركوا معي مره جديده بعكس التاريخ. هيدي فرصة عم يعطينا إياها، واللي ما بده يفهم شو يعني هاي الفرصة يصطفل. صحيح. نحن لازم نكون نحن سابقينه لفوق، لأنه عم يعطينا كادو جديد. بس في كتير أصوات، يعني ما بدي أقول بين هلالين هددت، بس في كتير أصوات طلعت أنه شارع رح يكون في شارع مقابل، بتقولوا هيك من أول عشرة بتعملوا هيك، رح نعمل هالقد، بتحطوا خيام، رح ننصب خيام بالمقابل. جربناهن. نحن على مدى ثلاث سنين كنا عم نجربهم، ما أكثر من مرة جربوا يجوا يشرفونا، وكنا عم نعرف نتعامل نحن وياهم. هلا نحن بندعيهم مثل كل مرة، وأنا سابق أنا أكثر من مرة قلت لهم تعوا احتفلوا معنا، تعوا احتفلوا معنا، مثل ما قلت لكم وقت اللي قلتوا كلهم يعني كلهم، إيه كلهم يعني كلهم، بس تحت القضاء، وخلي القضاء يقول لنا مين الحرامي ومين الآدمي. هلا عم ندعيهم كلهم شرفوا، إذا بحبوا يجوا بتهذيب نحتفل نحن وياهم، واللي بيحب يجي بغير طريقة كمان، يعني نحن بنعرف ناخد الوجهين. عبدو اللي قلت عنه انه مبارح هيك بطريقة عفوية كانت عن جد صورة كتير حلوة، واللي عاش هيدي الفترة بيرجع بيتذكر. أنا بتعني لي. بالتالي الصور اللي تم تناولها على السوشيال ميديا أكيد شفتها، صورته مع عناصر الحرس الجمهوري، بيقولوا هيدي ما في إلا سابق، يعني رئيس بيعمل هالقد. اكيد اضافه انه الرئيس عون دائما عنده شيء 100% 100%. حتى امبارح يعني مع زميلي منار صباغ على قناه المنار وعلى شاشه الاو تي في، باخر الكلام مع الرئيس اهتم بالشجر، يعني مش بس ترك للي جاي من بعده بالقصر، وزع الزيتون على الحراس، قد ايه عم بفكر بالكل، قد ايه بيهتم بالكل على الشارده والوارده، وعارف حاله انه ما في شيء لإله، كله عارف انه رح يجي لغيره، بس هو عم يزرع. اذا عم يزرع بالارض هيك، كيف لكان بالوطن وبالسياسه وبالانجازات؟ اللي بيعرف الجنرال دائما كان يحب الارض، دائما كان يهتم بالارض بالزرع، وبيهتم بالتربية، لأنه بيعرف إنه هودي الشغلتين هن اللي بيبنوا لك مستقبل. صح. إذا ما عرفتي اعتنيتي بأرضك اللي راح تعطيكي ثمر وجمال، وما عرفتي ربيتي الأجيال، توصلي لمطارح بتصير تشوفي اللي شفناه نحن بهودي الثلاث سنين 100%، واللي عم يهددوا واللي عم يحكوا 100%. زرع فينا الأمل يلي حكينا عنه، زرع فينا الحلم، وكمل زرع بالطبيعة، وأكيد الطبيعة بتكمل من بعدنا كلنا. ما هو حكي عن الأرز اللي عايشت اللي ما عايشوا حدا، وعن السندياني والزيتونة. اللي بدي أقول له إيه لعبده، يلي بدي أقول له بكرة مرسي للجنرال، كيف في أقول له؟
أول شيء بده يطلع، بده يطلع ويشارك بهيدي اللحظة اللي ما رح تتكرر أكيد، لأنه لو إجا أشخاص منحبهم رجعوا على هيدا الموقع، وأعتقد أنه في حدا ممكن يكرر الحالة هيدي ذاتها ما بتتكرر. لا إجيت قبل ونحن جايين، يعني أنا شمعوني سابق وكتلاوي سابق، مش نفس الشيء ولا رح يتكرروا. فإذا اللي بده يقول له مرسي للجنرال انه يطلع ويقول له للجنرال انا سمعتك قلت لي انا معك، كونوا معي وانا معك، مزبوط مثل ما طلبت رح كون موجود. يعني بكره عن جد كونوا كتار وقد ما فيكم هيك طلعوا بقلب كبير. انا ما بسميها وديعه فكره، انا بسميها انتقال من قصر الشعب إلى بيت الشعب بالرابية، لأنه لطالما الجنرال فتح أبوابه أمام الجميع، إن كان بالقصر أو إن كان بالرابية أو إن كان بأي بقعة من بقاع الأرض. فكونوا على الوعد، كونوا كتار، كفوا بروح وبضمير كبير وطلعوا هيك كلكم، قولوا له للجنرال نحن بنرفع لك القبعة وبنقول لك مثل ما مشيت من القصر بالسلامة إن شاء الله توصل على الرابية بالسلامة وتضل معنا كل الدرب. مكملين معك، شو بيعني لك هلا؟ شو بتعني لك هالكلمتين؟ مكملين معك بتعني لها، بتعني لي إنه نحن فهمانين شو قلت لنا قبل، واعيين لوين رايحين، ومشان هيك الطريق اللي أنت رسمها نحن عن قناعة مكملين فيها معك للآخر، من القصر على الرابية على ما على كل شيء جاي جديد. حبيت كلمة عن قناعة. أكيد عن قناعة، أكيد عن قناعة، لأنه ليكي سحر لو ما عندك قناعة ما بتتحملي أنت أو إلي أو نانسي أو أدما أو حتى كل منسى كل حدا جويس جاد اللي أمام الكاميرا والناس، الناس اللي بعدك يعني عم بتقول اليوم بهالظروف كيف واحد بده يعبي بنزين ويجي؟ هاي كلها لو مع القناعة بيقول لك أنا خي شو بدي بالشغلة. هلأ لو مع القناعة نرجع نعمل 21 نايب من بعد كل اللي تعرضنا له؟ لو مع القناعة بعد فينا نفس؟ بعد كل المخطط لإنهائنا وإقصائنا. لو نحن ناس ماديين، ناس هيك عابرين، ما ضيرنا. عبدو بدنا نقول لك ميرسي انك كنت معنا اليوم، ورح نكون سوا كلنا بكره بكير جايين من كل مناطق لبنان، والليله والليله كثير عبالي عم بتعنى عبالي الليله اني مسرب على البترون واطلع على القصر ونعملها هيك مي بلانش لبكره الصبح. قبل يعني ما نترك الكلمه الاخيره لك بدي اقول للمشاهدين لكل المتابعين على السوشيال ميديا على تويتر وعلى فيسبوك عم بيبعثوا لنا تحيات انا وسحر وايضا لكل زملائنا باسم الاخبار وللاو تي في بشكل عام، وعم بيثنوا على يعني صمودنا ووقفتنا حدكم وحد الجنرال. هيدا اقل شيء، الكلمه اللي قالها عبده ركزت عليها سحر، القناعه هي قناعه، منا مجبورين، ما حدا بيطلب منا نقول اللي بدنا نقوله، هيدا رأي نابع من قلب وضمير حي محب للبنان بالدرجة الأولى، محب لكل اللبنانيين، بس إذا هني ما بدهم يحبونا المحبة ما بتجي بالغصب، نحن منحب لبنان. بتمنى على الكل أن نكون بكرة كتار بقصر الشعب. بدي أقول مرسي لسحر، مرسي للبروديوسر رودي أتات، مرسي ل بروديوسر ساندرا اللي اليوم اشتغلت وتعبت معنا، للمخرج توني نقولا، لزميل علي ابن الطايفة على هندسة الصوت، ولكل الشباب والصبايا، وأكيد لسيمون باخوس اللي اهتمت فينا ولا توفيق، ولكل ضيوفنا اللي مرقوا معنا وكل اللي عم بيعطينا الرسائل دعم، منحبكم كتير. نحن عم نمارس قناعتنا أكثر من واجب، هو واجبنا وطني، بس هيدي قناعة ماشيين فيها. والختام عندك سحورة. يعني أنا الشكر الكبير، أنا شهادتي مجروحة بإلي، مش قاعدين هون على الهوى لنخبر عن بعضنا قد ايه بنحب بعضنا، أصلا كل بيعرفوا هيك. أنا بدي أقول لك ميرسي، لأنه صراحة أنا ما شاركت مع إلي، هو عد، هو اشتغل، هو سهر، هو عمل اتصالاته ودق لي وقال لي بدك تكوني معي، قلت له كون وحدك، قال لي ولا ممكن أجري على قشرك.
هلا ايدي بايدي هلا ايدي بايدك للو بحبها كثير. شكرا لكل الاكيب العامل فردان فردان. بكره كونوا كثار، بكره كلكم قولوا له للجنرال نحن معك ومكملين معك وين ما كنت. شكر كثير كبير لك عبدو كنت معنا كمان بالرغم من كل الظروف، اهلا وسهلا فيك. نحن لقائنا بيجدد الاثنين لانه بكره رح يكون نهار طويل مع قسم الاخبار لنقل كل الوقائع متواصل من امبارح بعض الاخبار اكيد يعني نقلوا كل الوقائع وخاصه صحيح. انتقال الجنرال من قصر الشعب الى بيت الشعب بالربيع. الى اللقاء. قبل الى اللقاء الكلمه الاخيره لعبدو بدنا نختم معه يلا عبدو دلي بدلوك. هيدي بوسة لألكن مشاهدينا، منحبكن كتير 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 وحياة الله ما بتعرفوا قدي، يعني كأنكن اليوم ما في مبلغ مادي بضاهي المحبة اللي غمرتونا فيها، أكان من خلال مداخلاتكن الهاتفية أو تعليقاتكن على السوشيال ميديا. حتى لو صرنا نقبض 30 مليون بعده الفرح والسعادة اللي عطيتونا إياها أكتر بكتير. عبدو طراف شكرا لك، بنشوفك بكره الاحد كاميرتك، وباي باي مشاهدينا. انا بس بدي اقول انه نحن على مدى 3 سنين كانت الساحه متروكه للزعران، لقطعين الطرق، للناس يلي فرغت كل حقدها فينا. بكره نهارنا، نهارنا لنعبر على مدى 3 سنين شو كنا مخبيين بقلوبنا. كنتوا تقولوا لنا انزلوا ليه ما بتواجهون، هلا بكره عم يدعينا الجنرال عون لنكون موجودين كلنا سوا، نفرجي الكل انه نحن كنا وبعدنا ومكملين مع الجنرال عون على طول. بنبعبد على الرابية ومطرح ما بيكون الملك بيكون العرش. يلا باي باي يا شعب لبنان العظيم. لبيكم فلبيت النداء.